شكري والتقدير للمقرأ على هذه التلاوة العطرة، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه تحت ظلال القرآن الكريم إن شاء الله. أعزائي الأساتذة الحضور، أهلا وسهلا بكم في هذه الوقفة. ومن المهم في ظل هذا الازدحام السياسي إن صح التعبير أن نقف وقفة وفاء وقراءة لبعض الشخصيات التي شكلت ظاهرة في طبيعة حراكها وتخصصها. نحن وإياكم اليوم نقف على شخصيتين رحلتا عنا منذ وقت قريب. الشخصية الأولى هي الكاتب وصاحب القلم المعروف الأستاذ محمد حسنين هيكل، والشخصية الثانية هي اللورد إفبوري. ونحاول أن نسلط الضوء على بعض الجوانب فيما يتعلق بتجربتهم. أولى فقراتنا سوف تكون إن شاء الله كلمة للأستاذ كريم رضي عضو شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. طبعا هناك ثلاثة أسئلة، أنا راح أكون مداخلتي مختصرة. هناك ثلاثة أسئلة تتعلق ب الراحل الكبير الصحفي محمد حسن هيكل، وهو الذي سأتحدث عنه، لأن يعني معلوماتي عن اللورد إفبوري في الحقيقة مو قوية. يعني طبعا هناك ثلاثة أسئلة، وهي: هل وقف هيكل محمد حسن هيكل مع الثورة في البحرين، أو مع ما هو سمى ثورة، ومع الحراك المطلبي في البحرين؟ ولماذا وقف هيكل مع هذا الحراك، وكيف وقف هيكل مع هذا الحراك، وأخيرا ماذا تبقى لنا من هيكل؟ في المقابلات التلفزيونية من ضمنها في 2012 قال هيكل أن ثورة البحرين، وهو سماها ثورة، لاقت الكثير من الصدود والإجحاف، ليس فقط من قوى الهيمنة العالمية التي يهمها أن يبقى الوضع على ما هو عليه في الخليج العربي. وهنا دلالة مهمة أن يسمي هذا الخليج بالعربي، لكي بعد لا يتهمه أحد بأنه منحاز إلى قومية أخرى يعني، ولكن أيضا من دول هذا الخليج التي تنكرت لتضحيات هذا الشعب وتعاملت مع ثورته من اتجاه معين، وذلك في إشارة منه إلى الموقف من الطائفة التي كانت يعني هي الأكثر مشاركة في هذه الثورة. في حوار أجرته معه أيضا إعلامية تكلم عن البحرين، وقال إن كانت هناك مقايضة بالنسبة للجزر بأن تبقى البحرين عربية، ولكن طبعا هذا رد عليه بالنسبة للجزر الإماراتية، وهذا رد عليه وزير الخارجية البحريني، ورد عليه كثيرين من الصحافة، ولكنه نوه بهذا الموضوع وقال: كنت مفاوضا بشأنها مع السير جيمس لوس في عهد عبد الناصر، وكان استقلال الخليج آت، ونحن وافقنا بشكل ما على أن تبقى البحرين عربية، رغم أن فيها أغلبية شيعية، على أن بقية الجزر الإماراتية يستمر فيها البحث. وقال: تكون البحرين تحت حكم طبعا من الطائفة السنية كما ذكر، رغم أن فيها 70% أغلبية شيعية، ولا بد أن تعملي بشكل جيد أو آخر معادلة توازن مع الناس الذين جنبك، إيران جنبك، أخذنا البحرين وبقيت دولة عربية رغم أن فيها أغلبية شيعية. طبعا في ملاحظة هاي من أنا أعتبرها من سلبيات هيكل، أنه دائما يربط بين الأغلبية الشيعية بمعنى يعني تلقائيا كأنه يصنفها أنها محسوبة على القومية الإيرانية، يعني لتبقى البحرين عربية رغم أن فيها أغلبية شيعية. وطبعا حتى إذا تراجع كتاب اللي هو مدافع آية الله،
يعني كلام غامض عن الأصل العربي للشيعة، يعني كأنه يشير من طرف خفي، ونعتقد هذا سبب نقص المعلومات أكثر مما سببه الموقف، لأن هيكل ما عنده معلومات يمكن، يعني هو إلى حد ما كان يرى الشيعة بشكل تلقائي أنهم مو بالضرورة عرب، ربما جاي من إيران أو كذا يعني. ولكن هذا موقف هيكل. يقول هيكل أيضا في موقف آخر: إن الكثيرين من الذين يعبرون هذا البلد قادمين أو ذاهبين على طريق التجارة الدولية لا يتوقفون عنده طويلا ليفحصوا ما وراء هذا الهدوء، إذ يبدو من الجو مهندما مرتبا إن الحقائق تحت السطح في البحرين، لكن عادة السطح اللامع يعكس الضوء دون أن يكشف ما تحته، خصوصا إذا كان الموقع نقطة صغيرة على الخريطة مثل البحرين. هذه المواقف التي اتخذها محمد حسن الهيكل. الآن السؤال هو لماذا اتخذ محمد حسن الهيكل هذه المواقف؟ هل كان محمد حسن الهيكل منحازا؟ طبعا محمد حسن الهيكل لا ينفي انحيازه، ففي كلامه في ربما قناة الجزيرة تحدث عن لما سئل عن انحيازه عن كتابة عن قناة السويس: أنا كنت منحازا. هناك سؤال كثيرا ما سئلته: هل كنت منحازا أو غير منحاز؟ وأنا أقول بوضوح كده: نعم أنا منحاز، ولكن مسألة الانحياز لابد أن توصف. أخجل من انحيازي إذا كان انحيازا لنظام أو انحيازا لرجل، لكني لا أخجل من انحيازي إذا كان انحيازا لوطن أو لأمة. وأنا أتصور برضو طبعا بالمصري، ويشفع لي تجربة طويلة، يعني هو أني واحد بلاش مطامع. أنا أقول أنه حتى هذه اللحظة أنا أقدر أتكلم في الموضوع وأقول والله أنا منحاز، ومنحاز لوطن وأمة وليس لرجل وشخص، كما أكد أيضا على أن ما يقدمه للتحليل والفهم، وقال: يترجى أنه لا أحد يتصور أن في أحد يملك حقيقة كاملة، ولا في أحد يملك حكمة، ولكن كلنا بنحاول. إن كتابة هيكل حول الصراع في المنطقة وعليها محاولة ناجحة في التاريخ جعلت من صانع التاريخ مؤرخا. إذن السبب الرئيسي، وهذا يتصل بالسؤال الثالث، إن محمد حسن هيكل كان مهنيا جدا، وأنا أعتقد مهم جدا اليوم أن المعارضة وهي تقدم محمد حسين الهيكل إلى أو تقدم يعني تقديرها لهذا الرجل إلى العالم، أن لا تقدمه كشخص وقف مع المعارضة فقط لمجرد أن يقف معها. هيكل كان مهني إلى درجة كبيرة جدا، إلى درجة أن لم يتفق العالم ربما على تقديره بعد وفاته على تقدير رجل كما اتفق على تقدير محمد حسين الهيكل. يعني أنا بتكلم فقط عن الصحافة البحرينية كنموذج وبعض الكتابات العربية. في البحرين ما قرأت أنا غير مقال واحد فقط، يمكن طلعتونتون آخر، بس حسب اطلاعي يعني أنا أقرأ الجرائد بشكل يعني شبه منتظم، ما طلعت غير على مقال واحد فقط نشر في الأيام لأحد الكتاب، ما أبغى أقول اسمه عشان ما يتهموني بالتحريض على الكراهية بعد. فهو المقال الوحيد الذي ذكر هيكل، وما قدر بعد يعني واجد ينال من هيكل، إنما قال إنه يعني انتهى، مع أنه يا ريت وقف عن الكتابة يوم وصل عمره 85 وكنا نحبه، ولكنه واصل ل 93، مع أنه وعدنا أنه بينسحب من الكتاب ولكنه ما انسحب، فليته توقف لكي يحافظ على التقدير وقبل أن تختلف حوله يعني فقط، بس ما في حتى يعني. ونعتقد هذا درس احنا لازم نتعلمه ايضا، لان الاهم من ان احنا ناخذ هيكل كايقونه يعني ساندت المعارضه، ان ناخذه ايضا كايقونه صحفيه نستفيد منه مهنيا، لانه درس كبير جدا. يعني ممكن نتكلم عن مدرسه هيكل في الصحافه وندرب اعلاميين شلون يكونوا المحايدين وفي نفس الوقت منحازين، يعني الانحياز الايجابي. فمثلا مقالات محمد المحفوظ من جريده البلاد: هيكل رفض ان تملي عليه السلطه ما تريد، فقد كان الثمن باهظا جدا، فاتهموه بأنه يزور التاريخ. مثلا صلاح عيسى وهو يكتب أيضا في الأيام صحفي مصري: على الصعيد المهني ظل هيكل على امتداد حياته مهنيا،
في حياته التي وصلت إلى 75 عاما مخلصا للمهنة التي أحبها، ورفض كل العروض التي قدمت له لكي يقول ما يؤمن به ويتولى ما يعتقد آخرون أنها مناصب، رافضا أن يتولى ما يعتقد آخرون أنها مناصب أرقى من المناصب التي شغلها. دكتور حسن مدن أيضا مقال مهم: مؤيد هيكل وآرائه داخل مصر وخارجها، وكذلك المختلفون معه في الموقف والتحليل، ليس بوسع أحد أن يتجاهل الأهمية الاستثنائية لهذا الرجل. سيد زهرة، وهو من تعلمون سيد زهرة يعني مواقفه، ولكنه لما وصل إلى هيكل يعني في الحقيقة ما قدر يقول كلام سيء عن هذا الرجل على امتداد مسيرة هيكل الطويلة، لطالما اختلف معه الكثيرون حول مواقفه ورؤاه وأدوار، والبعض دخلوا معه في معارك مفتوحة، ومع هذا فقد أجمع الكل سواء الذين اختلفوا أو اتفقوا معه على أنه الأستاذ الذي له التقدير والاحترام والذي لا يمكن تجاوز مواقفه وآراءه والمرور عليها مرور الكرام. طبعا الكلام في الصحافة العربية وخاصة السفير طلال سلمان في مقال مهم أن هيكل كتب تاريخنا ومضى، أن طبعا يتكلم عن علاقته الخاصة مع الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، ويتكلم عن هذا الرجل الذي استطاع أن يحاور كل هالمتناقضين، يعني التقى بحافظ الأسد، التقى بالشاه، التقى بالسيد الإمام الخميني قدس سره، التقى بالقادة الإيرانيين جميعا يعني أيام الشاه وأيام الثورة، هاشم رفسنجاني، التقى بكمال جنبلاط، محمد حسين فضل الله، ثم كانت لقاءاته بنصر الله بعد انتصار وقبل انتصار 2000 و2006، وهذا دليل على يعني أهمية هيكل كرجل صحافي مهني. مقال آخر لواصف عواضه: ما من صحفي عربي إلا وأتمنى أن يكون محمد حسين هيكل، مهما كابر المكابرون، ومع كامل الاحترام لكبار الصحفيين العرب الذين أحبوه أو كرهوه أو أساء بعضهم إليه يوما عن خلاف أو غرض أو حسد. وبخبرة السنين مهم نسمع مقولات هيكل. يقول هيكل: إن الولايات المتحدة منذ الخمسينات حتى اليوم تدور حول فكرة واحدة، أن لا حل لدولنا إلا بالدين. يعني طبعا مو هي تؤمن بالدين، إنما تحريض عامل الدين في المجتمع بكي تكون الناس ضد بعضها بعض. ويضيف هيكل: إن نهج الولايات المتحدة هو أن لا تصنع بمصر شيئا، وإنما تكتفي بأن توحي إلى هذا الطرف بتحريض ضد ذلك الطرف، فتتحرض الأطراف ضد بعضها البعض لتفعل بنفسك أكثر مما تريد الولايات المتحدة. وهي طبعا ينطبق على كل العالم العربي. طبعا في مقالة أخرى، مقال عماد أبو غازي، أنه صانع التاريخ وكاتب التاريخ أيضا، ورغم أنه حقق رغبة ناشره بالتأليف عن حرب السويس إلا أنه ربطها تاريخيا بما قبلها وما بعدها، فقد كان يرى أن السويس كانت قمة صراع بدأ قبلها بسنوات طويلة ثم استمر بعدها وتصاعد حتى قمة 1967، ولم يتوقف تصاعده حتى جاء السنة 73. وطبعا هيكل ينظر إلى انتصار 73 أنه نتاج تراكم من أيام عبد الناصر. وبعدين هيكل رفض لما عرضوا عليه رئاسة الأهرام في ظل رئاسة السادات، هو رفض وما قبل من أجل أن لا تملى عليه إرادة النظام الحاكم. في الختام اللي بغيت أقوله أن لما ننظر لمواقف هيكل، لما ننظر لمواقف محمد حسن هيكل من ثورة البحرين، لا ننظر لها أنه كان مصفق أبله، يعني وين ما في ثورة يمشي وراها أو مطبهم، إنما هيكل كان يقف موقف مهني، وكل إنسان منصف يقف مع مهنته، يقف مع أنصافه، يقف مع الحقيقة المجردة من الهوى، المجردة من الانحياز الطائفي، المجردة من الانحياز القومي، سوف يجد نفسه مع الحركة في البحرين، سواء سميناها ثورة أو سميناها حركة مطلبية أو سميناها حراك أو سميناها حركة حقوق مدنية، فالأسماء لا تهم. شكرا لإصغائكم. جزيل الشكر والتقدير للأستاذ كريم رضي عضو شورى جمعية الوفاق على هذه الكلمة التي ألقى بها على ظلال جوانب من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل. وقد تكون أهم ملامح هذه الشخصية تتلخص
في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو علاقاته الواسعة والتي تمخضت عنها تجارب سياسية كانت ترافق عمله الصحفي، والأمر الآخر هو نظرته العميقة للأمور، بحيث أنه عندما كان يتحدث عن أمر ما كان ما يقدمه أقرب إلى أن يكون نواة لنظرية مستقبلا. فمثلا عندما كان يتحدث عن الواقع الإقليمي كان يقول: من لا يعرف الخارطة الجغرافية فليتوقف عن نشاطه السياسي. وعندما كان يتحدث عن الأزمات كان يقول: لا تبحثوا عن حلول تبنى على أسس طائفية. وأما آخر ما كان يتميز به، أو من أهم ما كان يتميز به، فهو نظرته المختلفة والتي يحاول أن يحدها من زوايا مغايرة. فمثلا كان يتحدث عن أمور جادة وعميقة من قبيل معادلة الوافدين في الوطن العربي وأثرها المستقبلي، فكانت نظرته نظرة مستقبلية. الكلمة القادمة ستكون للدكتور عبد النبي العكري من مرصد البحرين لحقوق الإنسان، فليتفضل مشكورا. مساء الخير جميعا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا مهندس أنا مش دكتور. أخبر الإنسان الذي فقدناه. في فجر الأحد 14 فبراير 2016 وفي ذكرى انتفاضة الكرامة والحرية في 14 فبراير 2011 أعلن جون لوباك ابن لورد أريك إيفبري وفاة أبيه بعد معاناة مع السرطان لأكثر من 5 سنوات، وخيم الحزن على الإنسانية التي ستفتقد مناضلا بارزا لحقوق الإنسان ونصيرا للشعوب المظلومة وخصوصا شعب البحرين، وتوالت التعازي على عائلته، بل أننا نعزي أنفسنا. أول مرة سمعت في عن اللورد إيفبري كان خلال اجتماعي في بداية التسعينيات مع السير ديفيد ستيل زعيم حزب الأحرار الذي ينتمي إليه اللورد إيفبري، ونائبا في مجلس العموم عنه، ومن بعده عضوا في مجلس اللوردات منتميا لحزب الأحرار الديمقراطيين بعد توحيد الحزبين، وحد الحزب الأحرار وعلى الحزب الديمقراطي. ونصحني ستيل بأن أتوجه إلى اللورد إيفبري للتعاطي مع القضايا الحقوقية، وبالفعل ومن خلال العلاقات مع الأخوة البحرينيين المنفيين في لندن حينها تعرفت على اللورد إيفبري، ومن يومها لم تنقطع العلاقة بيني وبينهم وعائلته كذلك. وبالطبع دور اللورد إيفبري في تبني قضايا الشعوب وقضايا حقوق الإنسان معروفة وليست مقتصرة على البحرين أو أنها تستهدف البحرين دون غيرها كما يروج البعض، بل كانت تشمل العشرات من البلدان وفي مقدمتها فلسطين. شاركت منذ التسعينيات في عدد من المنتديات التي ينظمها اللورد إيفبري حول البحرين مرتين في السنة في مجلس اللوردات، في أغسطس في ذكرى الاستقلال وديسمبر في ذكرى العيد الوطني، وآخرها في أغسطس 2014 حيث قدم له مرصد البحرين لحقوق الإنسان درع الحقوق. أما آخر زيارة لي إلى منزله فكانت في يونيو 2015، وكان حينها في المستشفى حيث قدمت له لوحة جميلة من فنان بحريني وسعدت العائلة، طبعا ما كان موجود بس زوجته وأولاده وأحفاده موجودين، وسعدت العائلة زوجته وابنه جون وحفيده بيتر بذلك. على امتداد التسعينيات كرس اللورد إيفبري جهده وجهد اللجنة البرلمانية المشتركة لمجلس العموم واللوردات التي كان يرأسها اللورد بريان أوف وايتلي، والذي زار البحرين على رأس وفد برلماني في 1996، وكان اللورد إيفبري دينامو اللجنة وأمينها العام وتتعاطى مع قضايا حقوق الإنسان في مختلف البلدان. هذا هو الكتاب الذي أصدره عن البحرين لورد إيفبري، وهي مراسلات ما بين اللورد إيفبري كأمين عام للجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان مع سفارة البحرين، مع حكومة البحرين، مع رئيس الوزراء، رؤساء الوزراء المتتاليين إلى آخر ذلك. الكتاب اسمه
بحرين a brick wall، يعني بحرين حائط من طابوق يعني أول شيء من هنا. ومن هذا المنطلق قام اللورد أثبري باستخدام كل ما لديه من وسائل برلمانية مثل توجيه الأسئلة في مجلس اللوردات ومراسلة الوزراء في الحكومة البريطانية وكذلك سفارة البحرين في لندن، وكان السفير حينها الشيخ عبد العزيز مبارك الخليفة، بل أنه اجتمع مع سعادة السفير عدة مرات، وقد جمع كل ذلك في كتاب وثائقي بالإنجليزية بعنوان جدار البحرين جدار الطوب بحرين بريك وول، صادر عن اللجنة البرلمانية في 1996. كما أن اللورد أثبري رافق الوفد الحقوقي البحريني الذي ضمني إلى جانب الدكتور منصور الجمري إلى اجتماع هيئة حقوق الإنسان في مارس 1996، حيث ألقى كلمة في الاجتماع كما اجتمعنا مع رئيس الهيئة ومسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعددا من الوفود، وكان ذلك عامل نجاح لإصدار لجنة خبراء الأمم المتحدة أول بيان للأمم المتحدة حول البحرين في أغسطس 1996. في سنوات المنفى اصطحبت عددا من القادمين من البحرين، ومنهم ممثلو العريضة الشعبية مثل سعيد العسبول وإبراهيم كمال الدين، والذي أهداه تمثالا صخريا نحته سجناء جدة، والله تغلبنا حتى شلناه، وكذلك ممثلة الجمعية البحرين لحقوق الإنسان حصة الخميري السيدة حصة الخميري إلى بيت اللورد أثبري، حيث كان دائما مع عائلته يستقبلون ضيوفهم من البحرينيين بالترحاب، كما شارك عدد من الشخصيات الوطنية البحرينية في الاجتماعات التي كان ينظمها اللورد أثبري حول البحرين من داخل القادمين من داخل البحرين وخصوصا من لجنة العريضة الدستورية أو من الموجودين في المنفى. واستمر اللورد أثبري في تنظيم هذه الاجتماعات بعد الانفتاح، وظل الوطنيون البحرينيون المعارضون والموالون يحضرونها في أجواء ديمقراطية وحوار بناء، حيث كانت غاية اللورد أثبري مصلحة البحرين وشعبها وتقدمها في ظل نظام ملكي دستوري. وفي ظل عهد الانفتاح كان اللورد أثبري من أوائل من فكرنا بدعوتهم إلى البحرين، وبالفعل فقد وجهت له الدعوة من قبل لجنة العريضة ممثلة في السيد علي ربيعة، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ممثلة بالدكتورة سبية النجار، والقوى الوطنية الأخرى قوى المعارضة. خلال اجتماع جلالة الملك الأمير حينها مع وفد قيادات من كل من الشعبية والتحرير العائدين من المنافي في يونيو 2001، طرح موضوع اللورد أثبري، لكن أحد المستشارين شن حملة ظالمة ضد اللورد أثبري وبأنه يستهدف البحرين دون غيرها، وقد فندت أطروحاته بأن اللورد أثبري مدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وليس البحرين وحدها، وأنه ينتقد الانتهاكات بهدف تصحيحها، ولذا يجب أن يكرم في العهد الجديد. وهنا حسم سمو الأمير حينها يعني الملك حاليا النقاش بالقول لا بأس تؤجل الزيارة زارته إلى ما بعد، وبالفعل جرت دعوته مرة أخرى وبمشاركة رسمية، ووصل في 31 ديسمبر 2002 وكنا في استقباله الوزير عبد النبي الشعلة علي ربيعة منصور الجمري ونبيل جرجب وأنا، وقد أصر اللورد أن نوصله بسياراتنا الخاصة يعني للفندق الخليج بدلا من السيارة الرسمية، حيث استقبله جمع من البحرينيين باليافطات عند بوابة فندق الخليج، ومن تواضعه طلب إيقاف السيارة ونزل منها وصافحهم، وكانت فرحته كبيرة وفرحة المناضلين والحقوقيين البحرينيين أكبر باللقاء على أرض البحرين وفي أوساط شعب البحرين الذي دافع عنه اللورد أثبري لسنوات، وهو يرى ثمرة نضاله وبقي في البحرين أسبوعا. وكما في الحالات أخرى فقد تزاحم العديدون في على دعوة اللورد أثبري، حيث كلفت ممثلين للجمعيات المعارضة والحقوقية والجمعيات الحقوقية بترتيب برنامجه منذ لحظة وصوله إلى مطار البحرين في 31 ديسمبر 2001 حتى مغادرته في 6 يناير 2003 31 ديسمبر 2002 حتى مغادرته في 6 يناير 2003. وقد عملت جهدي مع زملائي للتوفيق ما بين مطالب كبيرة يعني كانت طلبات يعني تتالى عليه ومتضاربة ما بين البرنامج الرسمي والبرنامج الأهلي، بما فيه من تناقضات في المواعيد، وشملت زيارة اللورد على الجانب الرسمي لقاء مع جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء
حفل تكريم أقامه الوزير عبد النبي الشعلة في فندق ريجنسي، حيث ألقى اللورد أوفبري كلمة شاملة تبعها نقاش متفائل حول مستقبل الديمقراطية في البحرين. وعندما أتذكر ما قاله بعض المتحدثين حينها أصابوا بالعجب العجاب، اليوم بعد أن تنكروا لكل ما قالوا. على الجانب الأهلي، التقى اللورد في جلسة مع المجتمع الحقوقي، جمعيات المعارضة والضحايا وأهاليهم، كما قام بزيارة لمجلس حج حسن العالي، وزار مصنع البتروكيماويات، وأعتقد زار بيت المرحوم الجمري أيضا. حيث تزاحم عليه المحتفلون، وفي من الأوقات السعيدة، هي كان مزحوم بس ليلة واحدة كان فضاء، من الأوقات السعيدة سهرتنا ليلة رأس السنة بصحبة علي ربيعة وابنتي في نادي العوالي، حيث تزاحم عليه المحتفلون يهنئونه بعد أن عرفوا شخصيته، وكان اللورد سعيدا جدا بزيارته ومتفائلا بمستقبل البحرين. لكننا نعرف ما جرى من ارتدادنا على الميثاق وعلى المشروع الإصلاحي الذي توافق جلالة الملك والشعب عليه، ولذا استأنف اللورد أوفبري دوره في الدفاع عن شعب البحرين وحقوقه، ولم يوفر جهدا أو وسيلة إلا واستخدمها مستفيدا من رصيده المعنوي والاحترام الكبير الذي يتمتع به في الأوساط السياسية والحقوقية، ليس فقط في بريطانيا فقط بل في الأمم المتحدة والعديد من الدول. إن وفاة اللورد أوفبري في فجر الأحد 14 فبراير 2016 هو خسارة فادحة لشعب البحرين الذي حمل همه لعقود، وخسارة الإنسانية جمعاء، وسيظل نبراسا للشعوب المناضلة ومثالا للمدافعين عن حقوق الإنسان بكل نزاهة، وبلسما لجراح ضحايا الاضطهاد والظلم. رحم الله اللورد أوفبري، وسيظل اللورد أوفبري نبراسا لنا وحياته ملهما لنا دائما. أنا عندي بس نقطتين سريعتين بالنسبة لهيكل. هناك في مقابلة مع الجزيرة مع هذا التونسي، أعتقد نسيت اسمه الآن، يقول بشكل واضح أنه مع محمد كريشان، أنه مع نضال شعب البحرين، وأن شعب البحرين ظلم لأنه غالبيته شيعة ويصور عكس وأوضح، وكان يقول وأن مطالب شعب البحرين هي مطالب مشروعة، واستنكر التمييز الطائفي وقال يجب في أي وطن عربي أن لا يكون هناك أي نوع من أنواع التمييز بما في التمييز الديني أو الطائفي. وثاني شيء، الهيكل ليس فقط فرد، هو بنى مؤسسة، وهو من القلائل الذين بنوا مؤسسة الأهرام التي استمرت رغم العثرات، استمرت يعني موجودة، هذا يسجل له. هناك في حدث اليوم كلكم تتابعونه اللي هو ما يسمى صندوق الأسود، الصندوق الأسود مثل الطيارة اللي طاحت يعني حول فبراير. أنا أقول هذه ممارسة لا أخلاقية. منذ التشهير بالشيخ عبد الأمير الجمري كلكم تتذكرون الموضوع، واستغلال الظرف، دأبت السلطة على التشهير بناس هي مفروض تحميهم، هؤلاء في السجون مفروض أن يكونوا تحت حماية الدولة، ولا أن يكرهون ولا أن يشهر بهم وهم قليل الحيلة. تنشر صور المتهمين قبل لدانتهم، صور وتوجه لهم التهم بالخيانة إلى آخر ذلك. لكن هذه أول مرة بعد جي أنكا، يعني جي تلفزيون التلفزيون العبرية، العبرية أوكي العبرية يكفي. أقول الآن إذا كان هناك في مصداقية للنيابة العامة ولجنة التحقيق المستقلة فلتفتح تحقيقا في الموضوع، لأنه جرى انتهاك فاضح إلى حقوق السجناء، وجرى التشهير بهم كذبا وزورا من قبل العبرية والأيام والعديدين. هناك أطراف ثلاثة، هي مصلحة الإصلاح اللي هي مصلحة السجون والعربية والأيام، يجب يفتح تحقيق إذا كان هناك فيه مصداقية. ولكن رغم كل شيء قالوا للورد شايب فيك، قال والله خدي أحمر، والله يعني بتلاتي حمراء. طيب حتى هذا الذي عرض بالعكس أثبت، أكد أن هؤلاء عندهم أولا شجاعة ليعترفوا بخطأ، وهم خطأ لكنه لا يصل للمؤامرة، هو دعوة تختلف معها لكنها لم تصل إلى استخدام قوة أو التخطيط أو غيره. ثاني شيء، ما أرادوا أن يتهموا فيه الشيخ حسن نصر الله أيضا
يعني يدينهم، لأنه دعا إلى لقاء القوى الوطنية وغيرها، وما في شيء غيره. أنا أقول بأن هذه السقطة مريعة. السقطة الأولى طبعا تعرفها حكاية حسن، وراح تركي الدخيل، ضحوا بمدير المحطة، ويبدو هذه الخبقة الثانية بتطيح بالدوسري، لكن ما عاد هناك في أي مصداقية إلى هذه الأجهزة من الصحافة، وأدعو لمقاطعتها، وشكرا. جزيل الشكر والتقدير للمهندس عبد النبي العكري المرصد البحرين لحقوق الإنسان على هذه الكلمة التي تركزت حول شخصية اللورد إفبوري، والذي كان من أهم ما يميز حراكه فيما يتعلق بنظرته إلى محيط الشرق الأوسط بشكل عام، والحراك الذي يحدث فيه أنه كان ينفتح على الجميع ولم يكن يعني متحيزا في نظرته إلى جهة ما. كان يتواصل مع الجهات المعنية في السلطة كما كان يتواصل مع الجهات المعنية في حقوق الإنسان والحراك السياسي. الكلمة التالية ستكون للأستاذ عبد الجليل خليل رئيس الدائرة السياسية بجمعية الوفاق، فليتفضل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللورد إفبوري في البحرين، وقفة شكر. البعض يسأل لماذا يشكر رجل أجنبي وهو غير عربي ولا مسلم؟ والجواب البسيط هو أننا نشكر فيه القيم والمبادئ وليس الجسد أو اللغة. فمبادئ حقوق الإنسان اليوم هي عابرة للحدود والقارات واللغات والجنسيات والمذاهب والأعراق. فاللورد إفبوري اتفقت معه أو اختلفت في ظل هذا التاريخ الطويل لهذا الرجل، هو شخصية تفرض الاحترام والتقدير، لأن هذا الرجل كرس حياته في دعم مبادئ حقوق الإنسان في بريطانيا وخارجها. امتد نشاطه إلى أفريقيا وشبه القارة الهندية وإندونيسيا والشيشان والعراق وإيران وفلسطين وأمريكا الجنوبية والبحرين، هذا البلد الصغير. وهو شخصية برلمانية محترمة، وهو الذي انتخب لمجلس اللوردات لمجلس النواب أو مجلس النواب في العام 1962، ودخل في المجموعة البرلمانية من أجل الحقوق المدنية، وأصبح رئيسها في العام 1964، وبقي فيها حتى العام 1970. وفي العام 1971 دخل مجلس اللوردات من دون أن يحصل على رواتب بالمقابل نتيجة لعمله، لأنه من فئة شريك الملك الذين كانوا يعطون المال للملك ويشتركون معه في السلطة. وأذكر أننا حينما أردنا في زيارتي عندما جاء إلى البحرين، عندما أردنا تكريمه سألنا ما هي أفضل هدية يمكن أن تقدم له، وجاء الجواب بطاقة شكر فقط، موقعة بأسماء شخصيات وطنية إن أمكن. هذه أهم عنده من الأموال والمجوهرات، فقط بطاقة شكر يعتز بها، هذا كل ما أراده. لكن ما يهمني الليلة هو زيارته للبحرين في العام 2003، لأني مع الأسف لم ألتقي به بعد ذلك. فماذا نتذكر من تلك الزيارة؟ أولا، البحرين يمكن أن تكون نموذجا للحرية والديمقراطية. فاللورد إفبوري بعد أن التقى المسؤولين بالدولة
وكذلك ممثلي الجمعيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني، كان خطابه المتكرر والفكرة التي زرعها في أجواء زيارته تكررت في كل المحافل، وهي أن الشعب الذي استطاع الوصول إلى أهداف عديدة بإمكانه أن يحصل على المزيد بالاستعانة بالتعددية في الآراء والتعاضد فيما بينهم، فالبحرين يمكن أن تكون نموذجاً للحرية والديمقراطية، وهي لديها مجتمع مدني لا يتوافر في بلدان كثيرة أخرى. هذا ما أشاعه في جو زيارته، وأكمل في بعض المحطات: آمل أن تتاح لي الفرصة للالتقاء بالبحرينيين من مختلف الفئات لأتعرف عليهم عن قرب ونتبادل الأفكار والآراء عن الإصلاح والديمقراطية وحكم القانون. ويقول: لقد ارتبطت كثيرا بقضية البحرين، وآمل أن أتمكن من مساندة أي مشروع إصلاحي يخدم مستقبل هذا البلد. وهذه في الحقيقة أيضا قناعة المعارضة، فالتعليم في هذا البلد الصغير سبق الكثير من الدول العربية، وحركة النضال والمطالبة بالإصلاح كان لها تاريخ طويل قبل النفط وبعده، وقبل الاستقلال وبعده. وهذا البلد الصغير فعلا في قناعتنا ممكن أن يكون نموذجا للحرية والإصلاح في العالم العربي. وأقول صراحة أن البحرين اليوم قبل أي وقت مضى لا تحتاج لانقسامات ولا التوترات ولا أخبار الاعتقالات والمحاكمات والأزمات المتتالية، وإنما تحتاج للوحدة ورص الصفوف والحوار والشراكة. وإذا كان السؤال هل ممكن أن يتحقق ذلك، أن تكون البحرين فعلا نموذجا للحرية والديمقراطية، فإني أقول بكل ثقة: نعم، إذا وجدت الإرادة والعزم من الجميع. ثانيا، العمل العلني والسلمي. في زيارته لمنزل زعيم انتفاضة التسعينات سماحة المرحوم الشيخ عبد الأمير الجمري قال اللورد أيفبري في مجلسه: من الصعب علي أن أعبر بالكلمات عن شعوري وأنا بينكم في البحرين وفي بني جمرة. لقد قرأت الكثير عن بني جمرة، ولدي علاقات قوية مع البحرينيين، وأنا سعيد برؤية عدد منهم معي هنا. وأسفي الوحيد أنني لم أستطع اللقاء مع سماحة الشيخ الجمري، وأتوجه بالدعاء بعودته معافى. وأنتم تذكرون أنه كان في ألمانيا في تلك الفترة. وفي حديثه مع زوجة الشيخ عبد الأمير الجمري أم جميل، التي قدمت له الشكر على جهوده الطويلة، عبر اللورد أيفبري عن قناعته قائلا: إن ما تحقق هو نتيجة جهد الجميع الذين رفعوا مطالب عادلة وسعوا من أجلها بأساليب سلمية ومشروعة. وهذه ليست شهادة على فترة مضت فحسب في قناعتي، وليست هي شهادة على نهج مضى، وإنما هو نهج استراتيجي مستمر وباق. ونحن في المعارضة ما زلنا صريحين وواضحين، وسنبقى ملتزمين بالعمل العلني والسري، وسنبقى ملتزمين بالعمل العلني والسلمي، وليس لدينا ما نخفيه، قلناه للخصم قبل الصديق، وأعلناه في السر قبل العلن. وهذه المعارضة وطنية
غير طائفية، ومحلية غير مرتبطة بالخارج، ومستقلة غير تابعة لأحد. نعم، قد تخطئ وقد تصيب، قد يتفق معها البعض أو يختلف، لكنها في النهاية قرارها بيدها، وهمها الأساس مصلحة البحرين، ولا تستلم أوامر من أحد في الخارج. ثالثاً، حقوق الإنسان أولاً أم الإصلاح السياسي؟ وفي أثناء زيارة اللورد آيفبري دارت أحاديث كثيرة ونقاشات طويلة، أهمها السؤال: من أين يبدأ الإصلاح؟ هل يبدأ من ضمان حقوق الإنسان في حرية التعبير وحرية التجمعات وتبييض السجون، أم أنه يبدأ من الإصلاح السياسي والمحاسبة والمشاركة الشعبية في صناعة القرار؟ بل حتى اليوم هناك نقاش فبعد الأزمة الاقتصادية وهبوط أسعار النفط والعجز الكبير في الموازنة وارتفاع الدين العام ورفع الدعم عن المواطنين، هناك من يقول في الصحافة أن الأولوية للإصلاح الاقتصادي ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وليست الأولوية للإصلاح السياسي. وفي الحقيقة قد غاب عن هؤلاء أن الإصلاح لا يمكن أن يجزأ أو يفكك، فلا إصلاح لأوضاع حقوق الإنسان ولا إصلاح لأوضاع الاقتصاد يمكن أن تنجح دون أن يكون هناك إصلاح سياسي يشمل الجميع، يبدأ بالإفراج عن السجناء والحوار لتحقيق المطالب لجميع شعب البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله. جزيل الشكر والتقدير للأستاذ عبد الجليل خليل، رئيس الدائرة السياسية بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. ونبقى الآن مع الكلمة، آخر فقراتنا هي كلمة للأستاذ السيد رضي الموسوي أمين عام جمعية وعد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الصحافة وحقوق الإنسان يعتبران وجهان لعملة واحدة، كل يكمل الآخر، كل يبحث عن الحقيقة، حقيقة الحصول على المعلومة مصانة ويفترض أن تكون محمية من قبل القانون. والوصول إلى هذه، إلى حقيقة أو واقع حقوق الإنسان، يفترض أيضا أن تكون محمية من قبل القانون. هما الصحافة وحقوق الإنسان أعتقد أنهما يتكاملان للوصول إلى حقيقة الواقع، لكن يبدو أنه صندوق فبراير يعني عرج وانحرف بوصلته إلى مواقع أخرى يراد منها طمس حقوق الإنسان وضرب المهمة الأولى للصحافة بمقتل، وهو البحث عن الحقيقة. أنا أعتقد أنه ما تفضل به الأخوة يعني لن أضيف الكثير، ولكن أعتقد أن رحيل اللورد إيفبري أو برحيله خسرت البحرين شخصية كبيرة مرموقة تمكنت من الوصول إلى مواقع مختلفة رغم سنوات الجمر والرماد التي كنا نعيشها أيام الثمانينات والتسعينات، وما تفضل به أبو منصور في الحديث عن منتصف التسعينات أعتقد هي محطة بسيطة
من النشاط والجهود التي كان يقوم بها اللورد إفبري. اللورد إفبري رحل وكأن في قلبه غصة لما وصل إليه الحال في البلدان العربية، لأنه باعتباره واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان ليس على مستوى البحرين فقط وليس على مستوى بريطانيا، ولكنه يعني يدافع عن حقوق الإنسان أينما شعر أن انتهاكا قد حصل هناك. رحل اللورد إفبري وكأن في قلبه غصة لما وصل إليه الحال في البلدان العربية الموبوءة باحترابات داخلية وتدخلات إقليمية ودولية وتعطش لسفك الدماء وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان في حياة في الحياة الحرة الكريمة الآمنة. فقد ابتلت هذه الأمة بحقبة من الانحطاط لا تزال تعيشها ولا تزال بعيدا عن القاع، لسه ما وصلنا إلى القاع المدمر أكثر والأكثر دموية. فصودرت الحقوق الأساسية وغصت السجون بالمعتقلين وسجناء الرأي والضمير والمعارضين السياسيين، ليس لأنهم إرهابيون بل لأنهم أرادوا التمسك بحقهم في التعبير وتبني وجهات النظر والآراء التي يرونها صائبة بكل سلمية. فجاءهم من قعر التاريخ إرهاب يصلب الأطراف من خلاف ويفصل الرؤوس عن الأجساد ويحرقها حتى الموت، وكأن نار جهنم قد تم استحضارها على مساحة الوطن العربي الكبير لتأتي على الأخضر واليابس. وجاءت القوانين لتكمل الصورة وتفصل في العقاب وتغلظه على من يتأفف من روائح الفساد النتنة التي أزكمت الأنوف، أو من أراد أن يتنفس هواء نقيا بعيدا عن النهش في الأموال العامة والسطو على ثروات البلدان. وكان اللورد إفبري ضد كل هذا وأكثر باعتباره داعية حقوق إنسان على المستوى العالمي، وهو صديق قديم للبحرين وأهلها، خصوصا النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين تعرفوا عليه عن قرب ووجدوا فيه تلك الروح الحضارية التي لا تفرق بين بني البشر بناء على جنسهم أو دينهم أو أثنيتهم أو عرقهم. أفنى حياته في الدفاع عن المهمشين، وكان بيننا بعيد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وكان شاهدا على أفراح شعب البحرين بالخطوات الجريئة التي اتخذها جلالة الملك، فوجد الحصاد المثمر الذي ساهم هو في زراعته وريه، ووجد البلاد تتنفس الصعداء بعد عقود من القمع الذي وفر غطاءه قانون تدابير أمن الدولة الذي بموجبه تم الزج بالآلاف في السجون، فاستشهد بعضهم بسبب التعذيب والقتل خارج القانون، بينما يعاني اليوم المئات من آثار التعذيب التي لا تزال تفعل فعلتها في أجسادهم. كان إفبري فرحا لما حصل عليه البحرينيون بعد كل هذه التضحيات، لكنهم تعظ وأصيب بخيبة أمل وهو يقرأ التقارير المحلية والدولية عن حال حقوق الإنسان في البحرين، خصوصا بعد ضرب اعتصام الدوار في مارس 2011 وابتعاد البلاد عن الحل السياسي الجامع ودخولها في حقبة الحل الأمني الذي حذر اللورد من التورط والغرق فيه، باعتباره أشد الإيلام على الشعب وأقصر الطرق للتوتر وضرب التنمية المستدامة. برحيل اللورد إفبري فقدت البحرين واحدة من المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في العالم وصديقا لهذا الشعب، فلا يمكن أن ننسى فضله ودوره في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين لعقود من الزمن. نفتقده اليوم ونفتقد القيم الحضارية التي كان يمثلها ويجسدها في حياته وبشكل يومي. فهذا الرجل الذي لم يجد حرجا في التحول من دين لآخر
كون ذلك حقه هو نفسه الذي لم يتزحزح قيد أنملة عن تمسكه بحقوق الإنسان في كل مكان، بما فيها البحرين وشعبه الذي يدين له بما قدمه هذا المواطن البريطاني. أما في موضوع سيرة هيكل ومواقفه فاسمحوا لي أن أتحدث قليلا في ذلك. يوما قال الشاعر الشعبي الراحل المصري أحمد فؤاد نجم أنه تنبأ باغتيار رئيس مصر أنور السادات بعد أن وجد محمد حسنين هيكل وعشرات المثقفين والكتاب والأكاديميين والنشطاء خلف القضبان. يقول أحمد فؤاد نجم الراجل ما راحش يطول، يعني يقصد السادات، وبالطبع بعد شهر شطبوه في المنصة كما تذكرون في 6 أكتوبر 1981. كان نجم في السجن عندما قال قولته ضمن حملة اعتقالات سبتمبر 81، وهو الشاعر الذي كتب أغاني الشيخ إمام عيسى الذي بدوره ذاق الويل والسجن على أيدي رجالات السادات، ومن قبل عبد الناصر، ومن بعد حسني مبارك، وكان قبل ذلك بسنوات قد كتب قصيدة غناها الشيخ إمام عن محمد حسنين هيكل تحت عنوان حلولة، تحدث فيها عن الصحفي الذي يتأسلم بعض الأيام ويتمركز بعض الأيام ويصادق كل الحكام. كما كتب أحمد فؤاد نجم قصائد مماثلة عن المثقفين الذين يجلسون على مقهى في وسط القاهرة اسمه ريش، وغيرها من القصائد التي نالت من مثقف السلطة. لكن هيكل لم يكن على ود مع السادات، فبعد أقل من 4 سنوات من حكمه أقال السادات محمد حسنين هيكل من رئاسة صحيفة تحرير الأهرام التي أوصلها لتكون واحدة من أفضل 10 صحف يومية في العالم، حيث أمضى فيها رئيسا للتحرير 15 عاما، أسس خلالها مركزا للدراسات الاستراتيجية ومركزا للصحافة ومركزا لتوثيق تاريخ مصر. لم يكتفي السادات بإبعاد هيكل عن الصحافة عندما أقاله تحت يافطة التقاعد، بل أراد أن يكون تحت إبطه مستشارا، لكن هيكل رفض المنصب بعد أن أدرك أن المسألة فيها احتواء له، خصوصا في ظل اختلاف الرجل مع السادات حول العملية السياسية التي عاقبت حرب أكتوبر 1973، وهرولت السادات المقتول إلى توقيع اتفاقا مع الكيان الصهيوني، والتي التقط هيكل لينأى بنفسه عن انجرافه في التطبيع، في عملية التطبيع التي أخذت السادات للقدس ليخطب خطابه الشهير الذي أسس لمرحلة من التطبيع مع الكيان وبداية لتفتيت التضامن العربي. وعندما السادات درعا بهيكل الذي كان يكتب وقتها من داخل مصر في الصحافة العالمية، قرر منعه من السفر حال حال الكثيرين من الأنظمة، وسحب جواز سفره. لكن الصحفي المرموق لم يرفع الراية البيضاء، فدخل في صراع مع أزلام السادات الذين لم يتركوا هجاء إلا وألصقوه بالصحفي الذي تعلم الصحافة على أصولها في جريدة إيجيبشن جازيت التي كان يرأسها هارولد إيرل، ويكتب فيها عمالقة من أمثال جورج أورويل وسكوت واتسون ولورنس داريل وغيرهم من الكتاب الصحفيين في تلك الأيام التي كانت تعيش الحرب العالمية الثانية. كان التأسيس الصحفي لمحمد حسنين هيكل أصيلا، فمن محرر متدرب في صفحة الحوادث عام 42 في إيجيبشن جازيت إلى تغطية أخبار الحرب العالمية الثانية بما فيها معركتي العالمين ومالطة. لكن نجمه لما عندما كلف بتحقيق عن رأي بنات الليل في قرار الحكومة المصرية
إلغاء أقدم مهنة في التاريخ، مهنة البغاء، رسميا بعد أن أصيب عشرات من جنود الحلفاء بأمراض على خلفية ممارستهم الرذيلة مع البغايا، وقد تمكن من إجراء استبيان شاركت فيه أكثر من 100 من بنات الليل التي رفضن القرار حالهن حال الجنود القادمين من وراء البحر. من إيجيبشن جازيت إلى روز اليوسف عام 44 إلى آخر ساعة حصل خلالها جائزة فاروق عن تحقيق حول انتشار مرض الكوليرا في قرية الجرين، الجرين مو مالتنا ترى، مصرية، ثم إلى أخبار اليوم، وأصبح رئيس تحرير مجلة آخر ساعة في يونيو 52، أي قبل شهر من ثورة 23 يوليو، حيث كان الناطق الرسمي والإعلامي لها، ليحط رحاله رئيسا لتحرير الأهرام في 57 حتى إقالته على يد السادات في العام 74. رحل عميد الصحفيين العرب في 17 فبراير 2016 تاركا إرثا صحفيا وأدبيا كبيرا ضمته الكتب التي ألفها وهي تفوق 50 كتابا، وهو الصحفي الوحيد بين العرب التي ترجمت كتبه إلى 32 لغة، ويضاف إلى كتاباته مقابلاته الصحفية وهي بالعشرات وتقديماته لعشرات الكتب التي كتبها غيره، فضلا عن مقالات في مختلف الصحف، لكن الأبرز الذي استند عليه هيكل هو ذلك الأرشيف الضخم الذي كان يمتلكه، حتى أنه من خوفه عليه كان يحفظ جزءا كبيرا منه في العواصم الكبرى ومنها اليابان خوفا من عبث العابثين. لم يكن الصحفي الراحل ملاكا، لكنه لم يكن أيضا شيطانا، إنه بشر مثلنا يصيب ويخطئ، وظل يردد كثيرا إن الصحفي لا يمكن له أن يصل القمة أبدا، وهي قناعة نابعة من تجربة عميقة في عالم الصحافة التي نتعلم منها كل يوم الجديد ونبحث عن تفاصيل جديدة في ثنايا حياتها، وهذا ما فعله هيكل الذي ظل يبحث عن الحقيقة على طريقته، مدعوما بمعلومات ووثائق وأرشيف جمعه طوال عقود من الزمن حتى أصبح واحد من 11 صحفيا في العالم. في حياته الصحفية والفكرية والسياسية يمكن الإشارة إلى مفاصل سريعة مهمة شكلت عناوين في المنطقة، ومنها رأيه في تعاطي السادات مع مرحلة ما بعد حرب أكتوبر والتي قادت إلى التوقيع على اتفاقية كام ديفيد وأسست الاتفاقيات الثنائية بين الكيان الصهيوني والبلدان العربية، كما هو الحال مع اتفاقية وادي عربة بين الأردن والكيان واتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني. رؤية هيكل حول طبيعة العلاقة بين الغرب خصوصا الولايات المتحدة وبين تنظيم الإخوان المسلمين. موقف هيكل من الربيع العربي الذي انطلق من تونس ومر بمصر والعديد من البلدان العربية هو موقف جدلي ويحتاج إلى بحث وتمحيص وقراءة في الأسباب وبعض النتائج التي أفرزها الربيع، فقد فصل هيكل في مفاصله وراء أنه جاء بمشاريع، أي الربيع جاء بمشاريع مسبقة مقسمة إلى 3 مشاريع ونصف المشروع، وهي مشروع غربي يعيد اقتسام المنطقة على طريقة اتفاقية سايس-بيكو التي وقعت قبل 100 عام، ومشروع تركي يريد إعادة إحياء الدولة العثمانية، ومشروع إيراني يبحث عن مصالح في المنطقة ويؤصل لها، ونصف مشروع صهيوني هدف تحويل المنطقة إلى سوق بعد أن تتفتت إلى دويلات صغيرة يكون الكيان عاصمة ومركزا لها. وجهة نظر محمد حسنين هيكل من البحرين تتمثل في أن حراكها قد ظلم، وإن هناك محاولة لاستبدال الشيعة بالصهاينة. هناك اتفاق حدث في موضوع البحرين وعروبتها،
حيث أن أغلب السكان شيعة وقد قالوا كلمتهم في عروبة البحرين وحقيتها في أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة في ضمن إطار الوطن العربي الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والتقدير الأستاذ السيد رضي الموسوي أمين عام جمعية وعد على هذه الكلمة والتي كانت ختام فعاليتنا لهذه الليلة. جزيل الشكر والتقدير لكم على الحضور وللمشاركين على المشاركة، وإلى أن نلقاكم في فعالية قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.